موقع المساله ما فيها لا سلال ولا نصب ولا والو. المساله ان العروسه ما بغاتش تجي تحضر العرس وما بقاتش باغا امين. والعروسه الثانيه ولكن كنت على المواسم العروسه ماشي الثانيه. لا شي عارفين هما علاش جاو من عارفين علاش جاو اسيدي اش عارفينو واش هضرنا عليه واش هضرنا عليه الصباح وقدينا وكان غيطلع العريس دابا الخشبه وكان غيشرح للجمهور ان هذا الشيء ان العروسه ما جاتش ومشات لدارهم ودارهم ما خلاوهاش تجي صدوا عليها وحبسوها. اما انا ملي هضرت شخصيا مع الام ديال واش دارهم ملي حبسوها بكي دارهم حبسوها هضرت مع الام ديال العروسه قالت لي ما بقيناش باغيين نعطيوها ليه ما بقيناش. وبالنسبه للامين وهند راهم كاتبين عندهم لاك ديالهم اللي عندنا نسخه معنا عام هذه 2020 اللي عندنا نسخه ديالهم كانت جات كورونا اجلنا العرس. اما بالنسبه للعرس الجديد العرس الجديد هما كتقديم للجمهور النسخه الجايه اللي غتكون ان شاء الله في احدى الفنادق ما كاين حتى حاجه من الشيء. ولكن هما يلاه يلطوا لهم غير دابا هاد العرس الجديد ماشي كانوا في البلد. يلاه عيطنا ليهم علاش عيطنا ليهم باش ما نخلوش النقافه الناس ديال الهزه بزاف د الحوايج فهمتي باش يدخلوا معاهم ونقدموهم للجمهور كامل نقدموا على اساس انهم العرسان ديال النسخه الجايه. وهاد العرسان هادو راه كاين الزوج ديالها اللي حاضر معنا وكاين الاهل ديالها. ولكن النقافه عيطات على العبد للامين قالت لي عيطات النقافه هضرت مع انا منيره رمسيس كنشكروها ولكن ما جاتلناش هي عجبت النقافه النقافه كبار شي شيء كتقول لها النقافه عيطت لها قبيله قلت لها العروسه ما جاتش قلت لها وقيله ما جاتش وكان عيطت لها مابقاش كتجاوب. سمحي لي سي بابا النقافه جات ودخلوها بالثلاث باش تحضر الحفل. ما جاتش السيده عيطت للنقافه قلت لها واحد الفكره قلت لها نقدموا واحد عرسان عندنا جداد قالت لي ماشي مشكل هذا الشيء اللي كاين. اما حتى حاجه ما كاينه راه ماشي عرسان ولا غندير لهم عرس ولا هذا. هاد الناس اللي كاينين دابا وهما عرسان ديال النسخه الجايه اللي غيكونوا فيها بزاف العرسان هذا الشيء اللي كاين. اما شي حاجه اخرى ما كايناش. السيده ما بقاش باغي تعيش معاه السيده كنعيط لها حنا خاسرين الميزانيه ومعذبين وكنجريه وجيب لك العروسه الجديده كانت كضيفه وبغينا نقدموها على اساس النسخه الجايه ان شاء الله نقدموها للجمهور. هذا الشيء اللي كاين ما كاين والو ما كاين لا عروسه لا عريس لا والو. العروسه اللي كانت معنا هند ما جاتش وما بقاش باغا تجي وما بقاش باغا تزوج بامين وما بقاش قابله انها تبقى معاه ولا تعيش معاه. نعم مزوجين بعقد ولكن باغا هي تحبس. ما كتقولش استاذ انها عمليه نصب احتيال. شكون قالت لها عمليه نصب احتيال؟ تبدل يعني عروسه بعروسه. شكون اللي قال لك بدل دابا انا بغيت نعرف اتبدل كيفاش بدل واش حنا زوجنا واش جات تقديم عند يعني لا حنا ما بغينا سمعتي يا استاذ باش تعرف واحد القضيه. حنا دوزنا الخبر دوزنا على السيده جات كتحبو كذا استاذ باش نوصل لك انا الفكره ودوا الخبر لياقين ما ديوش ما تبقاش اللي سمعتوها. انا هو المنظم ديال هذا الحفل باش عرفوا واحد القضيه. العرسان هادو اللي كنا غادي نديروا دابا هاد الجداد هادو اللي كتقولوا لهم بدلتوا راه ما بدلنا ما والو. هادو كنا غنقدموهم للناس في الخشبه على اساس انهم العرسان ديال النسخه الجايه. اما حتى حاجه ما كاين من هذا الشيء كامل العروسه ما جات صافي سالينا.